نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا رضوان تحفيظ القرآن مركزنا ينادي ضلعي الشباب هلموا نرقى در السحاب بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي بالعلم والإيمان وصحبة القرآن نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان مركزنا ينادي ضلعي الشباب هلموا نرقى در السحاب بالهمة الشماء مركزنا ينادي والعز والإباء مركزنا ينادي فلنحمل الإلواء مركزنا ينادي ولنسعد العلياء مركزنا ينادي بالهمة الشماء والعز والإباء فلنحمل الإلواء ولنسعد العلياء مركزنا ينادي ضلعي الشباب هلموا نرقى در السحاب ومشعر الأنام مركزنا ينادي بروعة الإسلام مركزنا ينادي بالجد والإقدام مركزنا ينادي وليس بالكلام مركزنا ينادي ونشعر الأنام بروعة الإسلام بالجد والإقدام وليس بالكلام مركزنا ينادي ضلعي الشباب هلموا نرقى در السحاب فسمي بسم الله مركزنا ينادي وجرب الحياه
مركزنا ينادي مع إخوة في الله، مركزنا ينادي دعوك في حناني، مركزنا ينادي فسمي بسم الله وجرب الحياة مع إخوة في الله دعوك في حنان، مركزنا ينادي بلاي الشباب هلموا هلموا نرقى دور السحاب ولا تقل غدا غدا، مركزنا ينادي فإنما العمر ثمن، مركزنا ينادي ومن يعيد المجد من، مركزنا ينادي إلا فات الفتيان، مركزنا ينادي ولا تغل غدا غدا، فإنما العمر ثمن ومن يعيد المجد من إلا فات الفتيان، مركزنا ينادي ضلاي الشباب هلموا هلموا نرقى دور السحاب فشبكوا الأيادي، مركزنا ينادي وأعلنوا للناس، مركزنا ينادي فإن صوت الحادي، مركزنا ينادي سيبعث الحماسة، مركزنا ينادي فشبكوا الأيادي وأعلنوا للناس فإن صوت الحادي سيبعث الحماسة، مركزنا ينادي ضلاي الشباب هلموا هلموا نرقى دور السحاب. الرب ربي الله عز وجل، ما النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينه ديني الإسلام، لماذا خلقنا الله تعالى لتوحيده وعبادته وحده، بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر، ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى، ما أعظم الذنب عند الله تعالى الشرك بالله، كم مراتب الدين ومانية، مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كم أركان الإسلام وما هي؟ أركان الإسلام خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. ما معنى أن محمد رسول الله؟ معناها أن الله أرسله إلينا لطاعته واتباع شرعه. ما عمود الدين؟ عمود الدين الصلاة. ما جزاء من أطاع الله ورسوله؟ دخول الجنة. ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله؟ دخول النار. ما هو الإيمان؟ الاعتقاد بالقلب والقول باللسان وبالعمل بالجوارح. مما يزيد الإيمان؟ يزيد بالطاعة. مما ينقص الإيمان؟ ينقص بالمعصية. كم أركان الإيمان ومانية؟ أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مع صوب الدين بعنا سؤالي جواب وقصب سنفقه. عرف العبادة كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا هي الطهارة؟ رفع الهدف وإزالة النجاسة. ما هو الاتجاء؟ هو تغيير السبيلين بالماء. ما هي فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ستة، وهي النية وغسل الوجه كاملا وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين. الترتيب. ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح وزوال العقل بنوم أو غيره ومسح
الفرج بباب الجسد ولمس الجسد المرأة الأجنبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعيق ومصرف إبراهيم. أنا مقعيق محمد بكر سليمان. ما أنت وعصوب بندقر وسؤال يجواب وكساب سن المادة السيرة مسوى نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة من تواب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟ 6 سنوات. ما الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في صغره؟ بالرعي والتجارة.